وتحيد الباسبور خاص يكون عندك غير الباك وبلا باك وتسجل. وسمعوا بزاف ديال الفيديوهات مؤخرا ربما انه واخا ما عندكش الباك تسجل، لانه تيقولك واخا تجي في القرعه الامريكان غتدفع الباك ليبر، غتشد الباك ليبر غادي تبدا الوراق. يعني ولاو كيقولوا كاع كلشي، شحال من واحد دابا بلا كيدير اي حاجه غير باش يقولك تسجل في القرعه الامريكان، يعني غير باش تدخل عنده الفيديو تفرج فيه باش تطلع له الفيوز، حيت هو راه في امريكان ما كيهمش يتفرجوا فيه بزاف ولا يسجلوا بزاف. سو داكشي علاش دابا ولاد دير بوم، يعني الا كانوا كيتسجلوا مثلا غير واحد 7000 واحد في المغرب، دابا ولاو كيتسجلوا 30000 واحد. انا عطيتك مثال وما راه اكثر من هذا الشيء هذا. عقلوا عليها فاش غادي تخرج النشرة ولا غادي تخرج مثلا القرعه هذا العام، هذا غادي يدوز واحد شويه يخرج واحد ستاتيستيك، وداك ستاتيستيك كيبقى يقول لك شحال هزوا من اي دوله وشحال اختار شحال تسجلوا في الاخر ديال العام. يعني غادي تلاحظ ان داك الشيء اللي تسجل في الاخر ديال العام اللي سيستيم شد غتلقاه اكثر بزاف من هذوك الارقام اللي كانوا في الاعوام السابقه. داكشي علاش انا ديك المره فاش كانوا خرجوا داك البلان وقالوا يحيدوا لكم الباسبور، بزاف منكم عرفتي فرحان فرحان بزاف واحد الدرجه يقول صافي سوفي نحيدونا الباسبور كدا وفرحانين. وانا ما فرحتش ما درت حتى شي ستوري، وكنت كنشوف تنقول والله الا بقيتو فيا اقسم بالله فاش الناس كيفرحانين في ديك الوقيته انا كنشوفو بواحد الطريقه اخرى تنقول والله الا بقيتو فيا بالله. شكون اللي بقاو فيا؟ بقاو فيا مساكن هذوك الدراري اللي عندهم ماستر، هذوك الدراري اللي عندهم مثلا لا ليسونس، مثلا عندهم الدكتوراه، دفعوا الخدامي دفعوا بزاف د الحوايج ما لقاوش خدمه، مساكن ما عندهم والو، هما اللي بقاو فيا اكثر. علاش؟ لانه مساكن غتلقى دفع فعلا وكان عوالي يخلص ديك 500 درهم في الباسبور يتسجل ويفرح، ولكن في الاخير ولا حتى اللي ما عوالش يتسجل ولا ما مسوقش غيتسجل حتى هو. وكيف ما كيتسجلوا بزاف كل ما الفرصه كتكون قليله. يعني في الاخير كنستنتجوا ان القرعه شحال هذه كانت النسبه ديال النجاح 0.001%. دابا الا كانت غير 0.00 حيتاش بزاف الناس يكتبوا في الكومونتيرات راه خاصك 0.1% هذيك راه غلط، كيجي يقولك 1% 1% منهم كيتسجلوا 100 واحد 0.00 ديجا كانوا كيتسجلوا 30 مليون. وتخيل معايا دابا شحال غيتسجل 60 مليون، غتولي 0.0000 بلا ما نزيدو صفر 1%. شنو كنقول لك بهذه الورقه هذه؟ كنقول لك انه ما تعولش على القرعه الامريكان، وما عمرك كان عليك تعول عليها، ولكن كومين في ديك الوقيته ديال شحال هذه 2018 19 20 الى اخره قبل، كانت واحد النسبه تنقولوا تفع القرعه ان شاء الله لا ربما تجي فيك، حتى ما جاكش تجي فيك. كانت واحد دابا ادفع القرعه ونساها، ما نسا دفعها ودير بحال اللي تسجلتي في شي سيت ونسا. لانه تنقولها لكم عندك جوج الحوايج دابا اللي ولاو صعاب، جوج الحوايج وكنتمنى في هذا اللايف هذه يعقلوا عليه مزيان الدراري، وما كنضحكش معكم ولا كنهضر معكم بصح. جوج الحوايج ولاو صعاب شي بالمستحيلين، تجيب ميريكان ديال المغرب وتنجح في القرعه ديال ميريكان. وعقل على هذا الكلام، جوج الحوايج ولاو من اصعب الحوايج. كاين اللي ما يتفقش معايا، ولكن اللي ما يتفقش معايا لا ربما متابعش السوق ولا المارشي، ولكن هذو هما جوج حوايج اللي ولاو شي بالمستحيلين، تجيب ميريكانيه وتجي فيك القرعه ديال ميريكان. وإلا كنتي من الناس اللي فعلا قدرتي تجيب ميريكانيه ولا جات فيك القرعه ديال ميريكان، انت راه وقيلا ماشي الرداد، كاين شي حاجه فوق الرداد الوالدين. الا كان شي حاجه فوق الرداد الوالدين راه جات في راك انت، وقيلا انت راه منهم، لانه من شبه المستحيلات. وهذا الشيء كامل حنا اللي درناه، يعني غدور الدور 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 في الاخر غتلقى حنا الخايبين. ما غنقولش مغاربه ولا جزائريين توان باش من، حيت كاينين بزاف ديال الناس اللي هشاشين كتقول لهم المغاربه خايبين، يقولك ويلي انت ماشي مغربي. ولكن انا قديما نجمعت انا راسي باش حتى واحد ما يتقلق، حنا اللي خايبين. علاش؟ لاننا حنا ما كنبغيوش الخير لبعضياتنا، ودي معروفه، ما كنبغيوش الخير للناس اللي مثلا كيكونوا فقراء وسهل لهم الله وداروا الفلوس وكل شيء، ما كنحملوش، كنبداو غير نسبوه في الكومونتيرات. ولكن شي انسان لاباس عليه ودار وزاد شرا وداك الشيء كنقول له برافو عليك، الله يسهل عليك، سعداتك، انت وقيلا من ديك الفئه ديال مراكو وماشي من المغرب كذا الى اخره، لانه احنا في الاخر اللي كنسجلوا بزاف باش ما تجيش في الاخر القرعه، وحنا اللي كنجيبوا قوريات ونضحكوا عليهم ونستغلوهم ويجيبونا نديروا الوريقات ونقول لهم الله يعاون. كانت شحال هذه شويه الشوهه كيجيو شي مغاربه كيضحكوا على القوريه وتيصدروها. دابا وصلت للتي ال سي، وصلت للاي تي، وصلت للقنوات كبيره، وصلت لاكبر باجات ديال ميريكان تاثيرا. يعني وصلت ان السي اسامه الله يسهل عليه حتى هو، ما نبغيولوش شي حاجه خايبه، ان وجه ديالو تبارك الله راه غيولي ميم، كون كانت هذيك الان اف تي مازال خدامه كون راه يبيع وجهه بالفلوس الصحيحه. ف
راه خرجت واحد الحلقه جديده وكان قال لهم كيهضر معاه تيقول لها راه غير تقلقت وبدا ما كانش عليا نهضر معاك لانني تعصبت. خويا اسامه مشى الحال شو هاد دارت للاسف. وانا في هاد اللايف ما بغيتش نكون سلبي ولكن بغيت نقول شويه الحقائق باش ما تصدمش. اللهم ما تسمع مني هاد الهضره دابا ولا تصدم في الاخر وخلاص. انا والله انا من الداخل ديالي من القلب ديالي وحق الله انا ما تبقى في هاد الحاله. علاش؟ لانه ما كاينين دراري زوينين وبنات تا هما زوينين يتساهلوا. فهمتيني؟ كاينين بزاف الناس اللي كيتابعوني اللي كنعرفهم يعني ناس يستاهلوا فعلا. قارين دراوش مساكن ما كيتابزوش في الواقع ما يتعايروش في السوشيال ميديا كدير مع ابير ولا شي لعبه كتلقى دري مسكين يعني باغي غير صوفي والديه وفي الاخر تيجي واحد ما تيقولك ما عندي لا باك ما عندي لا مستقبل ما كاينش لايق مني ما ولاش نحرمها على واحد. لانني للاسف ولاو كيتفرجوا كيف قلت لك انا نعطيكم اي مثال بيا ودخل فيسبوك ولا كيتفرج فيا اللي ما عمرو تعرف بغى يمشي للغرب ولا كيتفرج حتى هو مع احترامي ليه مرحبا بك. غير هو كيف قلت لك كاين واحد النوع فيهم ماشي كلشي كاين واحد النوع فيهم اللي تيبقى يقول نشوفوا هذه القرعه هذه ما غاداش اللهم نحرموا على بنادم تيقولك يا اما ناكلوا كاملين ولا حتى واحد ما ياكل. انتما عرفتي هذاك السيستيم وما نكذبوش على بعضياتنا راه كنا عارفين الحقيقه. ونتمنى ان شاء الله هاد كنتاكي هذا واحد النهار ترجع الباسبور. وإلا شفتوا هذا العام هذا فعلا يعني ان قليل الناس اللي نجحوا وانا متاكد انا كنقول لكم انا عقلوا على فضل الله قبل ما تخرج النتيجه انه بزاف الناس ما غينجحوش وغادي يجوني ميساجكم بلي فعلا قليل هاد الناس اللي نجحوا. وحاجه وحده الا نجحتي ان شاء الله انا كيتفرجوا فيا على 900 واحد نقول لكم واحد الحاجه الا نجحتي ان شاء الله ونتمنى لك تنجح ما عندكش قدير ستوريات ولا تطلع معايا. الا طلعتي معايا مرحبا بك غير غطي وجهك خليها مستوره راه جاتك واحد الفرصه اللي ما بقاتش ديك الفرصه شحال تيقولوا فرصه القرعه ما كتجيش بزاف دابا ترجعك واحد الفرصه ديال بحال اللي كديك الانسان اللي كيربح 400 مليون دولار في دقه واحده بحال هكاك. سو شي ناس كيعايروا اسامه شوف ما تعايروش لانه حتى هو راه كبر شويه مسكين في بلاصه اللي حنا كنا جايين منها فهمتيني ما نلوموش لان الانسان غير هو واحد الدرجه زلق بزاف وغادي نلومو هنايا ما غاديش نلومو حيت جاب قوريه كبيره ولا شي حاجه غنلومو لانه ما قدرش زير راسو خرج للكاميرا والعيب كانت تقول لي اما غتديني ولا الله يعاونني ويلي حشومه كاع اصاحبي قدام العالم. سو هذه هي اللي شويه غلط فيها. ونتمنى شي نهار يطلع معنا في اللايف وفي الله انا بزاف الناس كانوا كيفرحوا ولكن من بعد ملي بداو كيداركوا شنو وقع عاد ولاو مابقاوش فرحانين دابا الناس ولاو تيقولك ماشي مشكل غير حيدوه ونخلصوا ديك 500 درهم لانه شوف شحال واحد تيشوف تيقولك غنسيفي 500 درهم واش انت عارف ديك 500 درهم شحال غادي تهز عليك الا ما جاتش فيك العام الاول بالباسبور راه العام الثاني والثالث يقدر يكون حد اوفر اكثر غير بطبيعه الحال بدلت الصوره وداك الشيء كامل. علاش؟ لانه راه كتبقى فئه قليله اللي مسجل راه اللهم نخلص 500 درهم وعندي واحد شويه الامل انه راه غادي تجي ولا مدافع بلا باسبور وغير في جنبي كاين واحد الميكروب ساكن معايا في الحومه دافع 20 مره غير رضي. عجيبه صاحبي راه غير شحال واحد تيطلع معايا تيقول لك مشينا السيبر بين اربعه بينا ياك تسجلوا ثلاثه اربعه بيهم واحد الاخراني كان ما مسوقش وما كانش غير هما اللي سجلوه ما عارفش هو اللي جات فيه القرعه الامريكان ودوك الثلاثه اللي ديما كيدفعوا عارفين داكشي ما جاتش فيهم. يعني تخيل معايا غير هذيك تعطيك واحد الفكره انه شوف ثلاثه بيهم واحد فيهم اللي جات فيه. وتخيل معايا دابا ماشي اربعه وراه 60 واحد في الحومه وعاد مراكش وكازا هما اكثر وحدين وعاد واحد فيهم هو الاخراني وشوف واش غادي تجي في هذاك ولا هذوك اللي ما عندهمش الباك ما عندهم حتى شي لعبه. وعقل لي انا تنظن انه هذا العام هذا وماشي غادي نزيد فيه فريمون هذا العام هذا شحال واحد غتلقى جات فيه القرعه ويقول لكم ما عنديش الباك ما عنديش الباسبور ما عنديش المصادف وما عنديش الوراق عريمه انتم غادي تشوفوا راه دابا حاليا كيصيفطوا لي تيقول لك اخويا راني دفعت الباك ليبر ولكن ما قاريش 12 عام قاري غير حد 5 ولا حد 8 ولا شي حاجه. والله اللي كيجوني ديما هذوك الميساجات يوميا عريمه وعقلوا على الكلمه هذه. هذا العام هذا غادي تشوفوا الناس قلال اللي جا وغتلقى الناس اللي جات فيهم بزاف وما عندهم لا باك ما عندهم العزيز والله ما راه انا ما بغيتيش الخير خوتك والله ربي ما عمرو يسهل عليك هذه الحاجه كنامن بها يعني كنامن انه كل ما كتعطي ربي كيزيدك. اغي هو شوف واخا الاقدار تيقول لك ربي يسبب عبدي وانا نعينك كاينه ياك هو غير سبب ولكن ماشي تسبب انت شي سبب اللي غادي تحرم على واحد اخر فهمني انت حنا ما نخدموش في هذا المنطق راه لا دفع 60 واحد وكاين ما يتهز منهم 10 الناس عندك الحظوظ انك غادي تجي فيك ولكن تسجلوا 10 الناس اللي عندهم الباسبور
و50 واحد عندهم الباسبور، في الاخر تسجلوا 300 الف واحد، واش انت عندك عندك حظوظ؟ خاصهم يحيدوا القانون. نتمنى، شوف نتمنى انا والله لواحد الحاجه اللي كتعجبني، ان بزاف الدول المهاجرين العرب كاين واحد الحاجه انه كيبقاو يديروا ديما واحد، نسيت السميه ديالها، كيبقاو يديروا واحد بحال دابا كيبغيو يسيفطوا كيراسلوا الاداره الهجره الامريكان ولا شي حاجه، تيبقاو يكتبوا تيديروا واحد السيت ما عرفتش شنو سميتو، شي واحد يفكرني، واحد السيت كيكتبوا بزاف الناس انهم ما راضينش بواحد القانون ما، وكل ما كي الناس كيفوتيو يعني كيصوتوا على هذاك وكيكتبوا علاش ما راضينش وداك الشيء، كل ما هذاك كيوصل للحكومه ولا كيوصل مثلا لهذيك الاداره ديال اللعيبه وكيديروا شي بلان عليه. والعام اللي فات في هذيك الايام ديال الكوفيد وهي ما دير شي حاجه بحال ضامن ما ضامن، كانوا شحال هذيك كيديروا هذا البلان انه بزاف بغاو يحيدوا شي قوانين، وفعلا كانوا استجوبوا ليهم. فنتمنى ان شاء الله يعني الى مثلا فعلا شفتوا انه بزاف الناس ما جاتش فيهم قرعه وبزاف سجلوا ما عندهم لا اوراق لا حتى شي لعبه، يحاولوا يكون يديروا هذا البلان هذا ويراسلوا، يديروا شي حاجه، يراسلوا الاصوات ديالهم وعلاش اللي يرجعوا الباسبور، لان راه خاصكم تعرفوا راه الاداره اليو اس سي اي اس راه كانوا داروا الباسبور، علاش داروا الباسبور؟ غير باش يحاربوا هذا الشيء اللي كنداوي لك. انت نقول لك راه شحال اللي كانوا كيتسجلوا هادو، ولكن ما كانش بزاف ديك المعرفه ديال القرعه، الناس ما كانوش كيعرفوا البيتيشن يا تماما خويا كريم لاز هو هذيك بيتيشن يا المهم راه شحال هذه كان هذا البلان هذا، غير هو ما كانوش الناس كيعرفوا القرعه بحال اللي كيعرفوها دابا، كانوا شحال كيتسجلوا بزاف من افريقيا، كانوا كيتسجلوا بزاف من مصر الى اخره، على الريم الناس، والناس بداو كيقولوا هذا الشيء راه بزاف، ولاو كيتسجلوا السكامرز كيحرموها علينا. نط الاداره ديال الهجره ودارت باسبور ولاو تسجلوها قليل وبزاف الناس جاو، يعني راه العام اللي فات راه عرفنا الناس صيفطوا لي كيقولوا لي جات فيا وخسرنا 500 درهم ولكن ماشي مشكل، علاش كيطلعوا معايا الناس يقول لك انا اول مره جات فيا اول مره جات فيا اول مره جات فيا، راه يلاه كانوا داروا الباسبور وكانت النسبه كانت النسبه باش تجي فيك اعلى، لانه فاش داروا الباسبور حتى دوك اللي كانوا كيدفعوا قديم بلا باسبور ما قدروش يدفعوا وجاو دفعوا الناس قلالين، داكشي علاش بزاف الناس جاوا. دابا حاليا رجعوا لهذاك الشيء اللي كان قبل ولكن بكثره، تخيل معايا دابا كي غيوليو واش هابكا. فنتمنى ان شاء الله يحيدوا هذا البلان ده ويرجعوا ديما الباسبور، انا والله هنا انا ما كرهتش يديروا الباسبور يزيدوا حتى الضامن، والله عارفين علاش اللي داروا هاد الجوج صافي، الا ما جاتش فيك المره الاولى غتجي فيك الثانيه، الا ما جاتش الثانيه تجي الثالثه، الا ما جاتش الثالثه الرابعه الخامسه جايين نتاعي مضمونه هادي، لانه شكون هذا اللي غيدمروا؟ شكون هذا اللي غيصاوب الباسبور؟ شكون هذا اللي غيبقى عادي يبقى يفكر هادي؟